في إطار الحملات الوطنية لتصليح التسربات. دونك حنا راه اليوم في مسيلة بشرف السيد الوالي الولاية باش نلونسيو هذه الحملات تاع تصليح التسربات المائية. دونك حنا تم إحصاء 320 تسرب، فيقوم عندنا 12 ولاية شاركت، 12 وحدة من ولايات الوطن. دونك تم تسخير 14 آلة حفر، وعندنا لي جورا دار لاكتشاف لي برونشمون لي سيت بارتيكوليرمون.